البوليميك البارح كانت امتحان العربية للسنة السادسة ابتدائي، ما قرأناه تقريبا لا يصدق. الكونكور نتاع السيزيام داولو رواد مواقع التواصل الاجتماعي امتحان اللغة العربية، وكان النص لمحمود تيمور اعتبروه صعيب وماهوش في مستوى تلاميذ السنة السادسة. امتحان اللغة العربية اللي يعتبروا فيه كلمات صعبة على تلاميذ السنة السادسة. البارح كان متفقد عام للغة العربية كان مع فيف الغربي، خلينا نسمع رأيه في الموضوع. ناحية النص ربما قد يكون خصوصية النص اللي هو النجيب محفوظ من رواية الشحات، ونص نوعا ما طويل ربما على مستوى الألفاظ والمفردات المستعملة كذلك ربما فيها نوع من الصعوبة. بقي دائما نركز على جانب التميز، لأن هذه مناظرة تسعى إلى أن تفرز ربما نوع من المتعلمين يكون متميزين. وطبيعة ما يشير للتعليم العام باعتبار أننا نبحث على معدل 10 من 20، ما يشرى هي امتحان باش ناخذوا 10 من 20 وننجحوا المناظرة. هي راهو دائما نمشي التميز. لا هو بالنسبة للإنتاج الكتابي تحدث عن إنتاج نص يتضمن الوصف والحوار والحوار في 15 سطر تقريبا، ويقنع هو من أجل أن يقنع معنا أخاه معنا أهمية العمل. ربما طبيعة النص أو طبيعة الإنتاج الكتابي إذا درب المتعلم على هذه النوعية من الإنتاجات يمكن له أن ينتج نصا معناها في مستوى معناها لا أقول متميز ولكن في مستوى ممكن يمكن أن تكون هذه طبيعة الأسئلة هي موجودة في البرنامج. عبد الرزاق عبد المقصود المتفقد العربي يعتبر انه هذا عادي ويقول نبحث على التميز والاسئله الكل موجوده في البرنامج. مش هذا كهو اللي اثر جدل. الانتاج الكتابي اللي في امتحان السيزيام يلزم تلميذ سنه سادسه يقنع اخوه المتخرج واللي قاعد ما يخدمش ويخدم ميكانيكي وبطل الخدمه انه يرجع للعمل، واعتبروا ان هذا غير معقول واهانه خاصه لمهنه الميكانيكي اللي يعتبروها مهنه صعيبه. تعليق كانت متفاوتة بين ناس اللي يعتبروا انه هذا كان خيبة امل لهم خاصة الاولياء. خلينا قبل هذا نسمع رشيد الجرجوري استاذ عربية شنو قال. رواية نجيب محفوظ في مستوى اخر غير مستوى سنة سادسة. انا دعوة لصديقي الوزير سي بوغديري انهم يراجعوا البرامج، يراجعوا البرامج في اطار التخفيف على الناس. موجو مستوى انت 11 سنة؟ لا مش مستوى حتى فيزيائيا وحتى ذهنيا وحتى المخ والدماغ، فهمتني؟ ما يستوعبش الفروق بين السرد والحوار. أين كيف يستطيع تلميذ سنة سادسة ابتدائي أن يقنع خريجة جامعة بالضبط باحترام العمل وبالعودة للعمل الوقت؟ شنو هي الرواية كذايا؟ تعجيز فعلا، تعجيز. التعليق كانت هكا اللي عملوا الامتحان ولا مانيش فاهم شنو جال بالهم. ثم اللي تسال وقال علاش بربي هكا طيحوا في قيمة صغيراتنا وتخليهم يتشائموا، علاش خيبة الأمل هذه من أول نهار امتحان. ثم اللي كتب هو أنا خريج جامعة وما فهمت منه شيء خليهما مساكن. ثم اللي كتب وقال هذا اختبار لجماعة البكالوريا آداب مش صغار في العمر، ونوفى بالتعليق هذا غدوة يعديوا إيقاظ علمي إن شاء الله عادة ما يجيهمش سؤال على عملية القلب المفتوحة. سمعنا كلام الأستاذ التعليم العالي في العربية دكتور رشيد الجرجوري. ما نعرفش كيف الإنسان عادي أنه يخمم أنه إنسان عمره 16 سنة تلميذ ينجم يعمل تعبير كتابي باش يقنع به أخوه اللي هو في الجامعة باش ما يقعدش يأس في الدار خدم ميكانيكي ماهوش هذاك الدبلوم نتاعو باش يحاول يحفزه ويخرج العمل ويخرج من حالة الإحباط هذيك. نخمم البارح كان جيت أنا معناه وعندي الحالة في الدنيا، دونك هما زوج جوانب باش تحكي فيهم في الدولة حالة تحكي... لا الدولة حالة باش نقالوا حلول معناه باش نحكي مع باش نجبد على جانب ديني باش نقول له أن ليس إلا الإنسان إلا ما سعى ويزمك تسعى وتدور أنت تدق 200 باب وتربي حلك باب آخر وكذا، هذا كجانب مهم. وباش نحكي في جانب آخر اللي هو لازم
لازمك تخدم باش ما تستنيش بالبطاله باش نطر الفرنك الا غالب هذيك الدنيا ما تعرفش على البيبان تتحلك في سنه عمرك ما كنت هذا هالواحد عمره 11 سنه ينجم الميتريز هزوز نقاط هذوما يحكي فيهم يا اخي شو هالعبث اللي عايشين فيه معنا شنو معنا باش نحكيهم بعد على 30 الف مليار معناها المراه مسؤوله في لجنه الصلح الجزائي تحكي على 30 الف مليار وبعد يطلع سيد مريض ومختل نفسيا هي اصلا احنا نهارتها ما نجمش نشكوا معنا قلنا بريتو قاعده قدام الرئيس راه نحكيو على شطر ميزانيه تونس وفيك سا المراه قالتها واليوم نحكيو على امتحان كتابي هك وهناك من يبرر لا رفيق والله انا بارح الموضوع هذا يطلبني بارون صديق بنته تبارك الله مروان قربوج فهمتي التحيه له يقول لي معناتها بنتي تبكي بنتي ما فاهمه شيء تقول له بابا راني ما طلعت بارامو ما حذرتش ما نعرفش قال لي في المكتب الكل خرجوا يبكي معناتها انت تشد جون اليوم في اول تيست ليه انت هك حطمته والله انا نقرا بعث لي الورقه حطمته ليه خلينا ما ندخلوش في حطمته اما حطمته نوعا ما في قول الامتحان يعمل في عمره معنوياته اي به اما شو معناه وهل تتعاور وهل كلمات بالعربي بنفهم منهم شيء انا فهمتوش بو مش ربير انا النص صعيب عليا بالحق صعيب عليا بو سي فري اللي ثقافتي ماهيش عربيه 1000% اما لقيت الناس بطبيعه الامر نفهموا اما صعيب برشا الأكيد أنه ماهوش في متناول طفل صغير عمره 11 وإلا 12 سنة الأكيد أنك البارح ضربت معنويات التلامذة في أول نهار عدوا فيه امتحان الأكيد بربي السيد المتفقد سمعتوه قدش من مرة قال ربما ويمكن وربما يمكن أن ينتج نصا معناه هو بيده ماهوش متأكد من هذا يقول لك نبحثوا عن التميز مشكلتنا في البلاد هذية أن نبحثوا على التميز دونك أنت الوليد ولا البنية اللي عمارهم 11 و12 سنة تعملهم الكلاسيفيكاسيون هذيك تاع باش تعدي امتحان راك يا متميز يا إذا كنت ماكش متميز راك فاشل شنية هالجنيراسيون اللي نحب وننتجوها معناها يا الفشل يا التميز علاش عندنا قرايه ادو فيتيس علاش عندنا المتميزين في الكوليج بيلوت ولا في الليسي بيلوت نعطيوهم الماكسيموم والاخرين ما يلقاوش الحد الادنى سونيا حتى هذا مانيش نحكيو على تميز نحكيو على تعجيز يا سونيا راهو اذا كان واحد ولا اخذ وين وصل بينا الشيء تلميذ على معاش قداش من 1000 تلميذ عندنا ينجم يجاوب على هذا راهو هذاك اكسبسيون راهو هذاك معجزه راهو هذاك لازم ناخذوه وحده راهو هذاك نجيب محفوظ صغير راهو هذاك ما نعرفش شكون صغير اما شنو هذا معناه شو العبث معناه كيفاش مدوه الطفل عمره معناه انا عندي بنت اختي في العمر هذا معناه عام الجاي اللي تعدي سيزيام نتصورها مدوا لها تيكست هذايا معناه مازالوا العباد يهجيو مازالوا يتعلموا مازالوا كذا وش كنت النيفو نتاع القرايه معناه وكالتعليم الهايل اللي باش يوصلهم في السنه السادسه ابتدائي بمستوى تيكست احنا كي نقراوه نتلكنوا فيه وما نعرفوش نحس روحك ماكش اليس فيه انا في عمري هذا نحس روحي مانيش اليس فيه سندريلا انا الحقيقه قلبي مع الاولياء البارح اللي بعثوا لي في دي ميساج معناها في حاله على صغيراتهم هما ديجا شوفك الظروف النفسيه انك صغير عمره 11 سنه ماشي يعدي في كونكور ويحسك في ضغط وستريس ومسؤوليه على عاتقه ويحس في مقارنه مع غيره يا باش يدخل ليسي بيلوت ولا كوليج ما نعرفش ولا ليه دونك هو ديجا في حاله نفسيه ربي يعلم بي بعد يدخل اول نهار يا ربي الاعمال عليك يلقى امتحان تعجيزي ويخرج يحس يمكن يلوم روحه ويحس اللي هو منه هو ما فهمش مش منهم هما دونك اللوم يكون مضاعف انا الحقيقه ضد المنظومه التعليميه نتاع الابتدائي بصفه عامه على خاطر عندي فكره عليها وعندي صغار واخواتي معناها حاجات يا سونيا ما تفهم منهم حتى شيء عمالي صعبوا عمالي عقدوا في الـ في الـ في الـ في منعرفش البرمجه نتاعهم في البرنامج نتاعهم الاولياء اللي مش قادرين يقريوا صغيراتهم في اتوديت وفي دي زيكول بريفي يلقاو رواحهم عاجزين انهم يفسروا الصغار ربي السؤال هذا عدد التغييرات الجسدية المتناغمة مع قبول الشاب لفكرة الاستجداء تيلي شفت تيلي بالحق معناه شفت عرفت والله عبث والله عبث عدد التغييرات الجسدية المتناغمة مع قبول الشاب لفكرة الاستجداء
يا ولدي اعملوا لجنه وطردوا الناس اللي عملت هذا، خاطر قاعدين نلعبوا راهو هنا في البلاد. لا سيريو والله العظيم قاعدين نلعبوا. راهو كي وحده تقول لك 30,000 مليار وهي مش فاهمه اللي ذاك مستحيل يكون، خاطر تكلموا اقوى 10 فورتون في تونس ما تخرجش 30,000 مليار. مش عادي انه الكلام هذاك يتقال. هذيك اش تعمل في اللجنه اللي هو مشروع بيني عليه الرئيس مشروع وهو كرئيس جمهوريه؟ هذا سؤال كيما هذا يتحط لتلميذ عمره 6 ابتدائي انت عليه هكا؟ خاطر ماناش فاهمين رفيق شنو نحبوا نعملوا. هو الامتحان علاش؟ باش تفاليدي لي زاكي نتاع اللي قراوه التلامذة عام كام. هذاك هو معناتها باهي تعطي حاجة اللي هما قراوه باش تشوف هل استوعبوا اللي قراوه والا لا. اما مش باش نجيو نعجزوا التلميذ، لانه احنا ساعات عنا عقدة نحبوا نوريو اللي احنا رانا جهابذة وقت اللي نعملوا امتحانات ونعملوا معناتها اكزامانات باش نوريو راهو هذاك ما تجيو حتى شيء انتوما راهو فو فاليريان دي تو. راهو اشكال راهو في العالم المتقدم الكل راهو ما يجيبلكش حاجه اللي عمرك ما عادش فما امتحانات في العمر هذاك في العالم المتقدم ما عادش فما امتحان بالكل حتى للبكالوريا. فاصل هاني جيتك.